فخور جدا في تواجدي في جامعة شقرة لتقديم هذه الدورة وقواعد الظهور الناجح في وسائل الإعلام. واليوم أنا فخور أكثر بأن هذه الدورة تضم قيادات إدارية وأسماء مهمة في هذه الجامعة. هذا دليل على اهتمام الجامعة بالشريك المهم وهو الإعلام في التنمية وتطوير هذه الجامعة والمساهمة في أيضا الوصول لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. طبعا قواعد الظهور الناجح في وسائل الإعلام أو فن التعامل مع وسائل الإعلام هو بحر كبير جدا، قدمنا فيه أنواع الأسئلة وأنواع المقابلات التلفزيونية وأيضا كيف التعامل في ظل المؤتمرات الصحفية وكل هذه الأمور التي من الواجب والمهم على المسؤول أن يكون على دراية واطلاع بها. حقيقة تفاعل كبير في هذه الدورة وجدته من الإدارات والقيادات العليا في الجامعة، وهذا أيضا يدل على حرص كبير لهم في الوصول بهذه الجامعة إلى التصنيفات الكبيرة والمهمة والمتقدمة. وبالتأكيد أنا فخور بالتواجد في جامعة شقرة، فخور أيضا بالتواجد في محافظة شقرة.